شهادة الضابط محمد والقوة اللي معاه أكدت إن أنت ميت، والتحليل اللي هو اسمه دي ان ايه؟ إيه؟ دي ان ايه؟ أيوه هو ده ما عرفوش يعملوه لأن الجثث كلها اتفحمت وشكلهم كده، قريب أوي هيعملوا لك شهادة وفاة بإذن الله. وهدان حكمة عاملة إيه؟ مجهور عليك وقلبها مكسور. عالي العال. حال إنها مجهورة وقلبها مكسور؟ أنا كان لازم أعمل في ده عشان كل الناس تصدق إني مت. بس أنا شايف يا سيدي الناس إن إحنا نقول ليه دي مهما كان ستر وغطى علينا، بدل ما يحصل لها حاجة من قهرتها عليك بعد الشر. بقول لك إيه، اللي رماك على المر غير اللي أمر مني. بكرة هتسامحني.
يا حزني اللي محوتني ومش عايز يفارقني، يا سواد أيامي من بعدك يا دياب، يا سواد أيامي. شفت يا منصور، أبوك فاتنا وراح، فاتك يتيم الأب. بس ما تخافش، طول ما أنا فيا نفس محدش هيقدر يهوي نواحيك واصل، وربنا يقدرني أحافظ عليك واخد لك حقك وربيك وأكبرك لحد ما تبقى سيد الناس كلها. بس يا خد بالك من نفسك وبسألوا عليك. وانت كمان خد بالك عشان نعمل نفسك. امشي يلا يلا امشي. كده برضو اهون عليكي ترفع عليا قضيه في المحاكم وتمرمطيني كده؟ ما كانش العاشه مرات الغالي عشان ايه؟ ما انا جيت كلمتك كذا مره وانت ما نفعش معاك. ما يصحش كده يا ايمان، عيب. الراجل مهما كان في بيتك واكرام الضيف واجب ولا ايه؟ انت ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. انت ايه اللي معادك معانا اساسا؟ ما تتفضلي تقومي. جرايا يا ست ايمان، هو انا كلمتي تقيله على قلبك كده على طول؟ اه هي كده، ممكن تتفضلي تقومي؟ خلاص خلاص يا ايمان، خلاص الراجل جانا لغايه عندنا المسامح كريم، هو حس بغلطه، مفيش داعي المحاكم يا حبيبتي. والله يا قمر، والله الست دي قمر. وبعدين شوفها بنت الناس، احنا ممكن نحلها ودي، بينا وبين بعض، وما نروحش المحاكم وندخل الغرب بينا. واذا كان ليكي حق يا بنت الناس، خديه على دماغي من فوق. قلتي ايه؟ ماشي. نقعد المحامين مع بعض وهما يتصرفوا في الموضوع، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. ايوه كده، الله يرحمك يا معتز اخويا، فعلا عرفت تنقي كده. بقى يا مدام ايمان تبقي ضمنتي حق المرحوم معتز في بيت الحلميه. شكرا جدا، مش عارفه اقول لك ايه والله، تعبتك معايا. تعبتيني في ايه؟ ده شغلي. كتر الف خيرك يا استاذه. اظن بقى كل واحده فيكم خدت حقها التالت ومتلت، مش عايزين حاجه مني تاني. لا لسه نصيبنا في المحل. محل ايه؟ المحل ده ايجار، والايجار لا يورث. هو الايجار لا يورث لانه مش من ضمن تركه المتوفى، انما ايراد المحل ليكوا حق فيه. الله 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 الله. ايه يا استاذ، ما تشفط بطنك وتعدي مال. ماشي ماشي، ومع ذلك ماشي، ايراد المحل هقسمه كل اول شهر بشرع ربنا. اصل بيني وبينكم انا ما بحبش ادخل بيتي لقمه حرام. اهلا يا استاذ حسام الهلالي، اتفضل. شغل على الصور. امضي لي بقى انك استلمت حاجتك. حاضر امضي لك. تفتكر هنا احسن ولا بره احسن على الصور؟ اه كله محصل بعضه يا ابني، هنا سجن صغير وبره سجن كبير، وده احنا عايشين. صح، بره سجن كبير. ماشي، يبقى خلينا نشوفك بقى. نشوفك في السجن الكبير بقى على الصور ان شاء الله. السلام يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا دفعه. عربيتك دي؟ اه يا حبيبي. مبروك. الله يبارك فيك يا حسام، عقبالك. ابراهيم. الو. ايه يا استاذ ابراهيم، الملف هتلاقيه عندك في درج المكتب. لا انا ساعتين ان شاء الله وهكون عندك. يلا مع السلامه. واضح انك بقيتي مشغوله. هعمل ايه يا حسام، شغلتي علمتني اشيل هموم ومشاكل الناس فوق مشاكلي. اي علا، ها اجلتي القضيه في المحكمه؟ طيب تمام. لا استنيني في المكتب، انا ساعتين وهكون عندك. ايه؟ انا في مشوار شغل، هاجيلك على طول على المكتب. يا بنتي قلتلك بقى قضية الشيكات دي ملهاش حل، حليها انت. يلا مع السلامة. يوه مش هرد. سوري يا حسام، مش عارفة اتكلم معاك كلمتين على بعض. ولا يهمك، مفيش حاجة بتفضل على حالها. واضح ان الدنيا اتغيرت، بقيتي مهمة في شغلتك. كلنا اتغيرنا يا حسام، ومفيش حاجة بتفضل على حالها. صح،
مفيش حاجة بتفضل على حالها. صح. ايش يا هند؟ ايوه يا محمد، انت فين يا حبيبي؟ هكون فين يعني؟ في الشغل. انت نسيت ان النهارده معاد خروج حسام؟ حسام؟ لا مش ناسي، بس اتخذت في الشغل وانت عارف الشغل ما بيرحمش، فما عرفتش اجيبه. معلش. ولا يهمك يا سيدي، انا رحت وجبته ورجعنا على البيت وهو عايز يكلمك. لا استني يا شهندة بس، عشان انا في اجتماع مهم ومش هينفع اكلمه دلوقتي، هكلمكوا تاني. سلام. بيقول ان عنده اجتماع مهم واول ما يخلص هيكلمك. احنا مش هنستنى حد، احنا هنقعد ناكل. اقعدي اقعدي، انا عامله لك بقى النهارده كل الاكلات اللي انت بتحبها. ربنا يخليكي لي يا ماما. الله الله يا سي حسام، بقالنا كتير قوي ما شفناش وليمه زي دي، من الواضح ان انت غالي عند ماما قوي. كانش في داعي تتعبي نفسك يا ماما. يا حبيبي لو ما تعبتش عشانك هتعب عشان مين؟ انا كان نفسي اريحك وما تبكيش. جرى ايه يا حسام؟ ما تشمر ايدك يلا وتاكل، عشان اول ما تخلص اكل نقعد كده نمخمخ لنا في كوبايتين شاي زي زمان عشان نشوف هتعمل ايه. هعمل ايه في ايه؟ في مستقبلك طبعا، هيكون في ايه؟ جرى يا شاهين، ما تسيبيه يشم نفسه وياخد حريته الاول، وبعدين بعد كده يفكر هو هيعمل ايه. حريتي؟ كل يا شاهين، كل يا ماما. شوشرة جوزي طلقني. وانت شفتيه فين؟ كنت لسه عنده بظروف السجن. ظروف السجن؟ طب ايه ده؟ اعمل لك استباحة تروقك؟ يا وايه الجديد في كده؟ ما انتوا كل شوية بتطلقوا ويردك. لا 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 لا، المرة دي مرة غير كل مرة، المرة دي طلقة التالتة يا لعله. والتالتة تابتة يا زوزو. يلا أحسن. أصل وش أمه كان فقر ويقطع الخميرة بالبيت. يخص عليك يا لعله، ما تقولش على شوشرة كده، شوشرة ده أجدع راجل في العالم. ده هو الوحيد اللي دمه جه على دمي من أول لحظة. ولما أنتوا دمكم والف على بعض قوي كده، كل شوية تتخانقوا وتتطلقوا ليه؟ الحب يا لعله، الحب. الحب، صحيح. قط ما يحبش إلا خناقه. ولا عمل دلوقتي؟ هعمل هنا دلوقتي بقى؟ ولا حاجة، يلزمك محلل طبعا. وماله يا اخويا؟ هات محلل من اللي بتقول عليه ده. هات المحلل وانا يا بنت هنزل احللك تحت في المعمل. يا اخويا ما تجيبه من مطرح ما تجيبه، هو انا هفتش وراك؟ المهم بسرعه قبل ما شوشوره يخرج من السجن وتلف عليه اي واحده تانية غيري. طب وانا هجيبه من ايه؟ ما عارفك، صحابك كتير قوي يا لعله. الله هو اكبر، كلهم في السجن. بقى كده يا لعله، مش انا وقفت جنبك لما طلعت من السجن وبطفحك الطفح اللي بتطفحه ده والدخان اللي بتحرقه ده؟ ماشي يا لعله، ماشي ماشي يا اخويا. جري يا بنت، حيلك حيلك. انت هتجب عليا وتزليني ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي زلك يا اخويا، بس القصد يعني انا وقفت جنبك وانت بردك يا اخويا ولازم تقف جنبي. وانا بردك هزبطك. مش القصد، انت برده اختي حبيبتي. كام دول؟ 5 نيات يذبحوا رقبه الحمامه، واول ما تجيب لي الخروف هجيب لك زيهم. خروف خروف، ولعله خير ان شاء الله. خلاص يا منيره، كل واحده فينا اخذت نصيبها من الميراث، يعني احنا دلوقتي ما بقاش في اي حاجه توقف لنا مشروع الكوافير بتاعنا. طب وهو فين المحل اللي هنعمل فيه الكوافير؟ يعني هي دي اللي صعبه يا منيره؟ ما انت تروحي تدوري في ناحيه وانا ادور في ناحيه، بس المهم ان احنا نلاقي محل موقعه كويس ومساحته مناسبه. خلاص ان شاء الله من بكره هنزل ادور. بكره ايه يا منيره؟ انت ما زهقتيش من شلبي اللي بيزلك على كل جنيه بتطلبيه منه؟ لا عندك حق يا ايمان، انا كمان كان نفسي احقق الحلم اللي طول عمري بحلم بيه، على الاقل حتى ارتاح من شلبي وقرفه واعرف اربي العيال. يبقى النهارده. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا حبيب ماما. امال فين محمد وشهندا؟ محمد وشهندا راحوا مشاغلهم. بص بقى، انا حضرت لك الفطار، هتقعد تفطر زي الشاطر كده على ما اروح السوق، هجيب شويه حاجات وارجع لك على طول، مش هتاخر. تروح السوق؟ انت
انت من امتى ماما بتجيبي حاجه بنفسك؟ يا حسام يا حبيبي، دول 3 سنين، في حاجات كتير قوي قوي اتغيرت. عندك حق، حاجات كتير اتغيرت. خدي قلب امك، خلي دول معاك يمكن تحتاج حاجه. كتر خيرك يا ماما، مستوره لسه معايا قرشين كده كنت شايلهم من قبل ما. ورحمه ابوك، ورحمه ابوك وغلاوتي عندك، لو كنت بتحبني ما تكسي في ايدي ولا تكسر بخاطري، خدهم بقى. شكرا. يلا سلام يا حبيبي. سلام. خلاص يا منيرة، أنا نويت أوقف نشاط المحل بقى، وأقعد على مكتب كده وألبس بدلة وأتأنتج وأنفض من على كتافي بقى تراب العطارة دي. طب ده يا أخويا، ده المحل يساوي شيء وشويات. محل إيه بس يا بنت الناس؟ أنت عارفة صاحب المحل ده من بعد ما أبوكي ما مات، وهو جاي عمال يزن عليا وسايق عليا العوج، وعايز يزود الإيجار يخليه 10,000 جنيه. إيه؟ 10,000 عفريت يركبوه؟ ده غير القواضي اللي رفعها عليا، وانا عمال ادفع في اتعاب محامين. انا شايل من عليكم هم وبلاوي كتير وما انتوش داريين. اقول لك ايه، كتر خيرك يا اخوي، بس انا قلت المحل يعني يطلع لنا منه لقمه حلوه. لقمه حلوه؟ لقمه حلوه كانت زمان خلاص خلصت، القطه كلتها وجريت على 7 سطح. بقول لك ايه يا منيره، اختي اشتقت يا حبيبتي، ما تيجي كده القرشين اللي انت ورثتيهم عن ابوكي وانا القرشين بتوعي ونحطهم على بعض كده ونعمل مشروع حلو ويبقى زيتنا في دقيقنا. لا يا اخوي، خلي زيتك بعيد عن دقيقي. انا ما صدقت جمعت مبلغ، قلت احطهم في البنك يطلع لي منهم ريع، او يمكن اعمل لي مشروع صغير كده اعيش منهم انا والعيال. ما انت عارف شلبي جوزي ايدك منه والقبر. ده هو القبر نفسه. عموما يا حبيبتي، انا كان غرضي خير انك تشفطي بطنك معايا ونعدي. عدي يا اخويا لوحدك، انا غلبانه ومش قد المغامرات بتاعتك دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. ازيك يا ريكو، عاملة ايه؟ الحمد لله يا بابا تمام. عرفت اللي عمله محمد؟ ايوه يا ستي. مش انا قلت لكم انه كويس؟ وياما حاولت اثبت لكم، محدش فيكم كان بيصدقني. فعلا يا بنتي، محمد ده حزن الله، بس خلاص هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. يا بنتي يا حبيبتي، ان شاء الله ربنا هيعوضك باحسن منه. وليه احسن منه يا ماما؟ ما هو لسه موجود. وهي بقى الناس هتنسى ان اخوه رد سجون؟ طب واحنا مالنا ومال اخوه؟ المهم انه محمد اثبت انه انسان كويس وشاطر في شغله. وبعدين طب ما كل عيله فيها كويس وفيها الوحش. انا عن نفسي بحبه وبحترمه من يوم ما شفته، وبعتبره بالظبط زي ابني. معاك حق يا بابا، وبعدين ما ينفعش اخوه يغلط وهو يتحاسب بذنبه، ده حتى ما فيش في القانون حاجه بتقول كده.
الشاي. شاي ايه يا سيدة؟ ما تيجي نخش جوه. نخش فين يا راجل؟ وابنك اللي زي الشحت ده اللي قاعد في اوضته. واحنا مالنا وماله؟ احنا عرسان جداد بقالنا كام شهر. قلت لك مش هتلمسني ولا تيجي جنبي طول ما ابنك قاعد معانا في الشقة. وبعدين بقى انا مش عارفة اخد راحتي في بيتي، مش عارفة البس اللي نفسي فيه. ما هو ابني برضه يا سيدة، يعني ارميه في الشارع. يعني جاي منين يا اخويا يعني؟ جاي من بلاد بره؟ ده جاي من السجن يا عنيا. خلاص بقى يا سيدة مش كده. اوف بقى العيشة اللي اتطهق دي. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا سيدة. سيدة قومي اعملي لي كوباية شاي بلبن. سيدة دلوقتي مرات ابوك، بقى انت خارج بلحمك كده ليه؟ اخسر نفسك يا ابني. فين لحمي ده؟ دي فلانة حمالات زي اللي انت لابسها بالظبط. انا حاجة وانت حاجة، وبعدين اخسر نفسك، انت مش عايش لوحدك هنا في البيت. خلاص خلاص. الله ما دي مصدرت نفسي وهم، ما تزعلش مني خلاص. انا اسف. انا مش زعلان، الدنيا هي اللي مزعلاني، مش عايزه تصالحني. تصالحك اكتر من كده يا راجل، ده امي ماتت من هنا وبعدها بكام شهر رحت اتجوزت، وكمان اتجوزت مين؟ السيده اللي بتخدمنا. يا ابني السيده دي بنت غلبانه وجوزها متوفي وما بتخلفش. وماما اللي دمها لسه ما بردش، اذا بقى بعد ما تموت تتجوز عليها. يا ابني انا راجل عجوز وعايز اللي تخدمني وتساعدني، وسيدة دي هي اللي قاعده معانا في البيت وحافظانا، وما ينفعش واحد زيي في عز سن نضوجه يقعد مع بنت حلوه صغيره من غير جواز. الناس هتقول علينا ايه يا ابني؟ انا مش فاهمك، هو انت الراجل اللي عجوز ولا اللي في عز سن نضوجه؟ انت مش لاقي كلام تقول، بس في الاخر اتجوزت سيده وخلاص. اللي حصل حصل يا ابني، وبعدين ما تقلبش عليا المواجع، كفايه اللي انا فيه. مالك يا بابا؟ اشكيلي، انا ابنك حبيبك. لا ما تقلقش يا ابني، بس انا نفسي افرح بيك واطمن عليك بدل ما انت قاعد مكمكم كده في اوضتك. عايز تفرح بيا وتجوزني ولا عايز تهول الاوضه وتطفشني؟ الاثنين، وانا عارف ان قعدتك هنا هتطول، وانا متجوز واحده غريبه غير امك. بابا هو انت متضايق ان انا قاعد معاكم هنا؟ لا يا ابني انا مش متضايق ولا حاجه، بس مش واخدين راحتنا، وعايزك تدور لك على حته تانيه تعيش فيها، وانا برضه يا ابني هبقى اسال عليك. فيك الخير يا بابا، واضح كده انك بتطردني. بس اوعى تنسى الشقه دي باسم امي وانا ليا فيها اكتر مليك. معاش ولا كان يا ابني اللي يطردك، بس انا راجل عجوز وايامي في الدنيا معدوده دلوقتي، لكن انت شاب دلوقتي تقدر تعافر وتلاقي سكن جديد. شاب مين يا عم الحاج؟ ده انا عجزت وشبت، ده انت فيك صحه وحيويه اكتر مني. الله اكبر، انت هتقر عليا يا سيده. ولا هقر يا سيده. يا رب ادينا صحه زي صحتك. بس مبروك يا محمد. مين معايا؟ انا ريهام. انت مسحت نمرتي ولا ايه؟ لا ما مسحتش النمره ولا حاجه، انا بس ما صدقتش. يعني انت مبسوط ان انا كلمتك؟ يعني طيب لو طلبت منك اني اشوفك ده هيفرحك برضو ولا هترفض؟ لا ممكن، على الاقل اطمن عليك، احنا في بينا عشره برضو. طيب ايه رايك بقى لو نتقابل النهارده في المكان اللي اتقابلنا فيه اخر مره؟ ماشي. باي. مش مهم انا شايف نفسي ازاي، المهم الناس يا ماما، الناس اللي شايفاني رد سجون وصاحب سابقه. ان شاء الله ربنا هيظهر براءتك يا حسام. وافرضي ما ظهرهاش، اروح فين انا بقى؟ اعمل ايه؟ ان مع العسر يسرا. وبعدين ربنا عارف انك انت مظلوم ومش هيسيبك وهيقف جنبك ان شاء الله. سامحيني يا ماما، بس انا على اخري، على اخري ومخنوق، والله العظيم مخنوق. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا عاوزاك يا حسام تصبر وتتفائل وتدور على شغلانه تطلع فيها طاقتك كلها، بدل ما انت قاعد تندب حظك وتبكي على اللي فات. يا ابني اشتغل ايه بس يا ماما؟ اشتغل محامي يا حبيبي. بالبساطه دي يا ماما، محامي مره واحده، ليسانس الحقوق اللي انا واخده من كليه شرطه ده اقابله واشرب ميته. انا عندي سابقه رد سجون يا ماما، للمره المية بقولها لحضرتك، انا مش سايب الخدمه بمزاجي، ما ينفعش اشتغل محامي. طب ما تبص لنص الكوبايه المليان وافتكر قبل ما تكون رد سجون كنت ظابط شاطر وليك خبرتك اللي تتاقل بالذهب. ما اظنش يا ماما. صدقني يا ابني، زي ما وقعت لازم يكون عندك الاراده اللي تخليك تقف وتقوم من جديد عشان تكمل.
وانا هقوم، بس هقوم اطلع اوضتي عشان انام واحاول انسى، احاول انسى، دماغي هتفرقع. ازيك يا محمد؟ انا تمام زي ما انت شايفه كده. انت اخبارك ايه؟ انا كويسه طول ما انت كويس. لو سمحت تشربي ايه؟ اي عصير. طول ما فهمت. اتنين برتقان ولا عايزه حاجه تانية؟ انت عارف انا بحب البرتقان. اتنين برتقان تحت امرك. انت زي ما انت، ما اتغيرتش. ده من بره بس انا فيها حاجات كتير قوي اتغيرت. يا ترى ايه الحاجات اللي اتغيرت فيك؟ شغلي، اهتمامي بيه، حاجات تانية كتير. المهم تكون عايش مستريح. واضح ان مفيش راحة في الدنيا اللي احنا فيها دي، ومش كل اللي بنتمناه بنطوله. لا ممكن نطوله، بس لو اصرنا عليه صدق. ساعات الاصرار ده بيبقى جزء من المشكلة، وفي معظم الوقت بيزودها اكتر. بدأت لما فرجت يا محمد، وبعدين ما انت اهو لسه عامل عملية ناجحة كل الناس بتحكي عنها. اتفضل. عيد ميلادي كمان يوم. اكيد فاكر. بجد؟ انا لا يمكن انسى اليوم اللي اتولدت فيه اجمل بنت في العالم. وحشني كلامك ده، هيشجعني اعزمك تيجي تقضي معايا عيد ميلادي. مش هينفع عشان الظروف اللي احنا فيها، وكمان عشان باباك ومامتك ما يتضايقوش. وايه اللي هيضايقهم؟ احنا مهما كان صحاب ومفيش بينا غير كل خير. ممكن كمان تجيب شاهينة معاك لو حبيت. ربنا يسهل حسب الظروف. ايه يا باشا، تحت امر سعادتك. ماشي يا باشا، مسافه السكه، مع السلامه. طب انا لازم امشي عشان عندي اجتماع مهم. هشوفك تاني حسب الظروف. لا اله الا الله محمد رسول الله. مالك يا ساهر يا ابني؟ مش عارف يا بابا، انا كل ما احاول اقرب من شاهين ده بقت بتبعد عني وبتصدني، دي بقتش عايزه تتكلم معايا، وانا عملت معاها كل الطرق وبرضه مش نافع. يا ابني يا سرى، شاهين ده دي بني ادم حساسه، واللي حصل بينكم ده هز العلاقه. يا بابا العلاقه اللي بيني وبينها اتدمرت، ما تهزتش. دي ما بقتش طايقه تبص في وشي. ده دليل انها بتحبك. كانت، لكن دلوقتي بقيت احس انها بتكرهني، وللأسف السبب في ده أمي. هي اللي فضلت تزن عليا لحد ما خليتني أخرب بيتي بإيدي. بابي أنا كنت عايز أطلب منك طلب. اتفضلي يا حبيبتي. بص بصراحة كده أنا عايزاك تكلم محمد، تعزمه على عيد ميلادي. معقول يا ريان؟ إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ عشان خاطري يا ماما. إزاي بس بابا يكلمه بعد كل اللي حصل ده؟ محمد معقول يرضى يجي؟ لو شاريني هيجي. ولو ما جيش؟ اوعدك ساعتها ان انا هقفل صفحته دي خالص، بس ساعتها هكون ريحت ضميري من ناحيته وعملت اللي عليا. حاضر يا ستي. ايه ده؟ انت كمان هتطوعها؟ خلينا اريح اما اشوف اخرتها ايه معاها. الو. ايوه يا محمد، انا اللي وهاني البابول. ازيك يا ابو؟ في الحقيقة أنا بكلمك عشان أعزمك على عيد ميلاد ريهام. أتمنى أشوفك ليلتها يوم الخميس الساعة 7. مع السلامة. ارتحتي يا ستي؟ آخر راحة يا أحلى بابي في الدنيا كلها. بنتك دي بكش بكش. بس طيبة ودمها خفيف. يا سلام، ما فيش يعني بوز المامي. لا مامي حبيبتي مش اتفضلي. وبكره الصبح ان شاء الله تعدي على محكمه جنوب عشان تشوف تقرير الخبير وصل ولا لا، وبعدين تعدي عليا في المكتب ضروري بدري عشان انا عايزك. حاضر. معلش احنا تعبناكي شويه، انت عارفه ان الاستاذ علاء في اجازه. لا ابدا، انا مبسوطه اني مشغوله لان الشغل شغلني عن حاجات كتير قوي كانت تعبيني. معاكي حق، وانا كمان زيك بالظبط، لولا الشغل كنت تعبت كتير جدا.
اصل المرحومه مراتي ماتت وسابتني لوحدي من غير طفل يؤنس وحدته ويسليني. لا الباقيه في حياتك. وحياتك الباقيه مع انها جايه متاخره. المرحومه مراتي ماتت من 4 سنين وسابتني لوحدي، والوحده هتقتلني. ربنا يعوض على حضرتك ان شاء الله. بس انا حاسس ان ربنا هيرزقني قريب بالانسان اللي هتريحني وتسعد قلبي. طيب انا لازم استاذن علشان لازم اروح القسم، لان في موكل هيتعرض على النيابه المسائيه ولازم اكون موجوده. اتفضلي بس خلي بالك من نفسك وارجوك ما تتاخريش زي ما قلت لك عشان انا بقلق عليك قوي. لا حضرتك ما تقلقش خالص، انا واخده بالي من نفسي كويس قوي عشان خاطر ابني اللي بربيه. عن اذن حضرتك. ما تشيلش هم يا حسين، ان شاء الله ربنا فرجه قريب يا رب. بص لو ما لقيتش شغل اشتغل حر، الشغل الحر مفيش احسن منه. بأمرت ايه الملاليم اللي فضلت بعد ما اتجوزت سلمى الله يرحمها، وقبليها مجوز شاهد، وبعد كده الشقه وتشطيب الشقه، فلوس اللي معايا ما تعملش حاجه. ربنا بكره يدبرها ان شاء الله يا حبيبي. وحتى لو ما لقيتش شغل انا تحت امرك في اي حاجه تطلبها. تحت امر في اي حاجه تطلبها ازاي يعني؟ فلوس توصلي؟ اه يا حبيبي، هو مش انا وانت واحد؟ استنى ماما. لا يا شاهد، انا وانت مش واحد، احنا اتنين. انا حسام اخوك الكبير اللي كان بيصرف عليكي وجوزك وكنت بتقعدي على رجله زي ما كنت بتقولي. ما ينفعش تقولي لي كده وعيب. انا هقوم عشان شكلها بتخرف. دي كلمة برضو تقوليها له؟ هو انا قلت ايه غلط يا ماما؟ انا قلبي عليه، وبعدين بقى هو انا هلاقيها منين ولا منين يا ربي؟ خلاص يا جماعه سيبوه يهدى شويه، مهما كان برضو الله يكون في عونه يعني. يا رب هون عليه يا رب. بقول لكم ايه، انا ليه وهاني كلمني وعزمني على عيد ميلاد ريهام، مش عارف بفكر اروح. ما تيجي معايا يا شهند؟ انا في ايه ولا في ايه يا محمد؟ انت كمان تعالي معايا، ما تبيش رخمه بقى. روحي روحي مع اخوكي، ما تسيبوش يروح لوحده. والله العظيم يا رب. الباقي في حياتك يا ام منصور. حياتي؟ والله ما انا عارفه بقيت حياتي متداري فيها ايه. كل خير ان شاء الله. هيجي منين الخير يا طاهر واحنا بقينا ولايه من الراجل يحميني؟ الحامي ربنا يا ست الناس. ونعمه بالله. بقولك ايه، فيه مشوار عايزك تبقي معايا فيه بكره الصبح. مشوار؟ مشوار ايه دي؟ مشوار مهم، وبكره الصبح هتعرفي كل حاجه. طب ما تقول دلوقتي. ده انا لو قلت حاجه تتقطع فيها رقبتي. للدرجه دي؟ واكتر كمان يا ست الناس. تعملي ايه هنا يا سيده؟ هكون بعمل ايه يا اخويا يعني؟ تعبانه وهلكانه من الصبح بنضف في البيت. ربنا يقويك يا سيده. السلام عليكم. يا بابا يا سيدي. قاعدين في اوضتي بتعملوا ايه؟ بس السيده بتنضف لك الاوضه يا ابني. بس ما تتعودوش على كده، انا مش هقدر اخدمكم انتوا الاثنين. انا من هنا ورايح يا اخويا، عايزه اللي يخدمني. ليه خدت القرار هتحضري الدكتوراه ولا ايه؟ لا يا اخويا، اصلا انا تعبانه من الصبح ورحت المستوصف اللي جنبنا. ليه؟ كفالة الشر يا سيده. هتبقى اب يا سيزينهم. بس ازاي ده حصل؟ هيكون يعني ازاي يا سيزينهم؟ الله ما تكسفنيش بقى يا اخويا. انت مش قلت لي ان هي ما بتخلفش؟ وهي حصلت المعجزه والحمد لله، ربنا اراد ان انا ابقى ام. يا ما انت كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب ومعجزه؟ لا دي المعجزه دي حصلت علشان انا بقى، عشان تجيب لنا حته عيل يدخلني الجيش ويبقى جيش وسجن. بقول لكم ايه، الواد ده لازم ينزل. ده على جثتي، هو ايه ده اللي ينزل؟ ده ابني، ده نايل اللي بتمناه طول عمري. اخص عليك يا عصام، ده بدل ما تفرح بالعيل اللي انت هتربيه. يا عم الحاج رب نين، انا اعرف اربي نفسي. انا خلاص كبرت يا ابني، والعيل ده لما هيجي انت اللي هتربيه، انت لسه شباب. طب انا عندي حل احلى، انا هموت بدالك وامي يجي انت ربيه. وانا اعمل ايه بس يا استاذ نياسي؟ ما هو غصب عني يا راجل. ده انا امبارح جيت اتوضى واصلي الفجر انا ومراتي، حاضر ما لقيناش نقطه ميه واحده نتوضى بيها، اتيممنا. وهنفضل على الحال ده لامتى يا استاذ عمر؟ الميه مقطوعه من امبارح، وانا والسكان بنشد في شعرنا، ما احناش عارفين هنعمل ايه. ما تقلقش ان شاء الله شويه هتيجي. ما هي لو قطع عمومي ماشي، لكن المشكلة إنها عطى عندنا بس، والمصيبة إن إحنا مش عارفين لها سبب. بصراحة هي أول مرة تعمل كده. على العموم لو ما جاتش لغاية بالليل أنا هتصرف. ماشي لما نشوف آخرتها. سلام. ماما أنا اتخنقت، أنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي. طب والحل؟ ده أنا حالي واقف.
لا عارفه اتوضى ولا اصلي ولا عارفه اطبخ ولا اغسل مواعين ولا اعمل اي حاجه. والله يا ماما عندك حق، موضوع المايه ده بقى حاجه تقرف. طب انا عندي حل. قولي يا حبيبي الحقني. نروح نقعد عند اختي ايمان شويه لغايه ما المايه تيجي. ايمان فيها اللي مكفيها، هي ناقصه. يا طنطن احنا كمان ما نعرفش المايه دي ممكن تيجي امتى. صح، لولا حبيبتي عندها حق مفيش حل غير ده. ماما ها قلتي ايه؟ امري لله، هكلمها واشوف. تعالى يا حسام. شاهين ده ما تزعليش مني لو كنت اتعصبت عليك. انا لا يمكن ازعل منك مهما حصل. الواد وحشني قوي، كل ما اسال عليه ماما تقول لي يا نايم يا في الحضانه. هو فعلا نام مني في العربيه واحنا راجعين من الحضانه. طب وتوديه حضانه ليه؟ تخليه قاعد معانا. هو انا فاضي يا حسام؟ يا ستي انا فاضي موريش حاجه. لا طبعا ما ينفعش، حتى ماما خلاص مش حمل انها تربي طفل تاني من اول وجديد. عندك حق. ساهر بيسأل عليكي؟ اه بيكلمني عايز يتفاهم معايا، بس انا بقى اللي رافضه اي تفاهم. شاهين ده استهدي بالله وعالي، انتوا بينكوا طفل. والله يا حسام ساهر ده اكتر انسان انا حبيته في الدنيا، بس طلع ما يستاهلش. وانا بقى خلاص عايزه اربي ابني وبس، ومستعده اعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطره. انا بس نفسي تسمع. يا حسام لو سمحت أجل الكلام في الموضوع ده لوقت تاني، لأن أنا لازم أرجع المكتب. أنت عندك شغل؟ آه. أنا آسف معرفش والله إن عندك شغل، سوري لو عطلتك يعني. طيب أنا هنزل أقعد تحت وأخش أقعد في أوضتي. اتفضلي يا ست حكمة، اتفضلي. خطوة عزيزة يا ست حكمة. وحدات؟ ايوه. اتفضلي يا ست الناس، اتفضلي. بيت مين ده يا طارق؟ كل شيء بأوانه يا ست الناس، ما تستعجليش، اتفضلي. دياب! 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 مش مصدق عيني. صدقي يا ست كده، انا مش موت، مش موت. انا في حلم ولا في علم؟ احمدك يا رب، احمدك يا رب. اجدي يا طاهر، حسابك معايا بعدين. وانا ذنبي ايه بس يا ست حكمة؟ اني عبد المأمور. اطلع انت برا دلوقتي، ولما عاوزكم هندهلكم. تعوزني؟ تعوزني ازاي يعني يا ست دياب؟ ده انت هتبقى مش طايق تبص في خلقتنا. يلا يا وهدان بلاش تباتي، يلا يلا. اتصل عليك يا سيدي اكده. كان لازم اقول لك ايش عشان كل حاجه تبان بحق وحقي. انت حركت لي قلبي يا سيدي. سلامة قلبك يا غالية، سلامة قلبك يا غالية. طمني عليكي وعلى ولدي منصور. دلوقتي انا بخير، لكن حزنت على ولدي لما فكرته تيت. حقك علي حكمة، في حاجة لازم تعرفيها وما فيش وقت نضيعه. خير يا سيدي؟ أنا لي فلوس برا مصر ومحدش هيقدر يجيبها غيرك. برا مصر؟ بس أنا ما فهمش في الشغلانة دي. اطمني، المحامي هيقولك على كل حاجة اللي هنا واللي هناك. أيوة بس أنا ما عنديش جواز سفر وما بعرفش اتكلم لغات. هيكون عندك جواز سفر بظرف يومين، موضوع اللغات ده ما تقلقيش منه خالص، المحامي اللي هناك من اصل عربي. لازم ان انا اللي اقوم بالمهمه دي؟ انا هبقى لوحدي وما اعرفش حد. هبعت طاهر معاكي ياخد بحسك هناك. بعدين انا ما اقدرش اعتمد اي حد على مالنا ومال عيالنا، ده كل اللي نحتكم عليه في الدنيا. وفي حاجه تاني. ايه تاني؟ عاوزك تطلعي لي شهاده وفاه وتمشي لي في اجراءات الورث عشان ما حدش يشك فينا خالص. بعد الشر عليك يا سيدي. حكمة، المبلغ كبير قوي، دول 50 مليون دولار. مولد والسيرك وهيصة وميغة ولعب عالي في الكواليس، الكلمة صبحت ليها 100 صيغة والناس يا عيني تمنها رخيص. مولد والسيرك وهيصة وميغة و
عالي في الكواليس، الكلمة صبحت لها ميت صيغة، والناس يا عيني تمنها رخيص، مورد وسيرك وهيصة و